السلام عليكم، انا ايمان من قناه نوتي على اليوتيوب. والنهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نشبك وحده ورق الشجر اللي اتعلمناها في الفيديو اللي فات. يلا نبدا. بسم الله. انا هستخدم خيط ابيض، هو ده اليز بس مش اليز ديفا، بس انتم ممكن تستخدموا اليز ديفا عادي، ده نوع كان عندي. فانا هبتدي من اي مكان، هنبتدي مثلا من اي فراغ. هلف الخيط على الابره كده، هلف الخيط كده وهدخل، هدخل مثلا في الفراغ ده، هعمل غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة اربعة، هعمل في كل فراغ اربع غرز عمود بلفة، اتنين تلاتة اربعة، لحد ما اوصل للكورنر. اتنين تلاتة اربعة، هو ده الكورنر اللي فيه ورقة الشجر دي. هعمل تلات سلاسل وهكمل اربع غرز عمود بلفة في كل فراغ. هكمل كده لحد ما اوصل للكورنر اللي بعده، وهعمل نفس الطريقة. وصلت للكورنر تاني، هعمل ثلاث سلاسل وهكمل بنفس الطريقة. المفروض في الوحدة دي انا عندي ست كورنرات، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هخلصهم وهوصل لهنا وهعمل منزلقة في اول غرزة عملتها. هنا انا خلصت كله، هعمل منزلقة في الغرزة دي بعد ما خلصت الاربع غرز عمود، هرتفع سلسلة وهقص الخيط وبقى كده خلصت. طبعا خلصت الوحدة دي مش خلصت التشبيك. حلو كده. يبقى احنا هنشتغل الغرزة الجاية، مثلا نفترض دي الوحدة الجاية اللي هي دي هنشتغلها. هنبدأ من الركن مثلا، او هنبدأ من هنا هشتغل الركن ده، وهيجي عند الركن ده وهوريكم هنشبك ازاي. بص، عشان اشرح لكم اكتر ازاي بشبكها، فانا رتبت الوحدات اهي، ده الشكل اللي انا هشبك بيه. فانا دلوقتي هشتغل اي جزء من دول، يعني اما الوحدة دي او الوحدة اللي هناك دي او الوحدة دي، دي اللي هشبك فيها الوحدة اللي انا خلصتها. تمام. ومكان التشبيك هيبقى على حسب الوحدة دي مكانها فين في الترتيب اللي انا عاملاه. تمام. انا دلوقتي هشتغل الوحدة الجراي اللي هناك دي، هشتغل زي ما قلت لكم ضلع واحد بس فيها، وفي الكورنر بتاعها هنبدأ تشبيك. انا هنا خلصت اهو ضلع واحد بس، فانا المفروض هنا هعمل ثلاث سلاسل وهكمل. فانا هنا هعمل سلسلة واحدة بس، وهجيب الوحدة دي في اي ركن من اركانها، لان احنا لسه في الاول فعادي. يعني هدخل كده، هاخد الخيط ده وهطلع اعمل منزلقة، هعمل كمان سلسلة، هعمل كمان سلسلة، وهعمل هنا اربع غرز عمود بلف، واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام. بعدين هاجي هنا بصوا احنا بنشبك ازاي، المفروض هنشبك الجزء ده في الجزء ده. تمام. فانا هنا عملت الاربع سلاسل دول، فالمفروض هدخل هنا، هدخل هنا اهو، ياخد الخيط وهعمل منزلق واشتغل الاربع سلاسل الاربع غرز اللي بعده، اتنين تلاتة اربعة.
هكمل تاني. اتنين، تلاتة، أربعة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. آخر واحدة قبل الكورنر. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. وبعدين هنا المفروض هعمل 3 سلاسل، هعمل سلسلة واحدة، هدخل في الكورنر ده، هعمل المنزلقة بتاعتي، هعمل كمان سلسلة، وهكمل عادي خالص بقية الواحدة. 3 4 غرز في كل فراغ. عايزة اوريكوا الشكل، بصوا كده شبكناها. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ هكملها بقى، هكملها كده، وهرجع لكم اقول لكم ازاي نشبك الغرزة الوحدة اللي في النص دي. طيب انا هنا بعمل الوحدة اللي في النص اللي هتبقى هنا، عملت ضلع واحد، هبدأ اشبك من هنا، ارتفع سلسلة وهعمل منزلقة. سلسلة وهعمل تشبيك العادي زي ما شبكنا الوحدة التانية. هكمل الضلع ده لحد ما اوصل للكورنر ده. في فكرة بسيطة قوي هقول لكم ازاي نعمله. بصوا وصلت هنا للكورنر ازاي، هعمل ايه بقى؟ هرتفع سلسلة، المفروض اعمل 3 سلاسل، فهعمل سلسلة واحدة زي ما احنا متعودين، والمرة دي هعمل المنزلقة في هنا. شايفين في النص؟ هدخل كده، هاخد الخيط واطلع اعمل المنزلقة، كمان سلسلة، وهكمل عادي خالص التشبيك بتاعي. 4 غرز، 2 3 4، ومنزلقات منزلقات في الوحدة اللي قصادها، وهكمل كده لحد ما اخلص خالص الوحدات. وكل الوحدات الباقية هعملها بنفس الطريقة. تمام، انا هخلص المفرش بتاعي او هوريلكم المفرش اللي انا خلصته وهرجع لكم. وما تنسوش تكتبولي في التعليقات تحت الوحدة دي ممكن يتعمل منها ايه بعد ما نشبكها. ده شكل المفرش بعد التشبيك. ده بس ان احنا نعمله البوردر زي هنا. هبدأ بعد البداية عادية، وادخل في اي مكان في المفرش. خلينا ندخل مثلا في الكورنر ده، اعمل غرزة حشو، كمان غرزة، وبعدين هرتفع 3 سلاسل، وهعمل غرزة بيكو. يعني هدخل، بصوا فين، شايفين الغرزة دي، هدخل في الجزء ده، الحلقة الأمامية، وهدخل في الرجل بتاعتها دي، هاخد الخيط واطلع اعمل منزلق. كده عملت غرزة بيكو، هعمل في نفس الفراغ كمان غرزة حشو، هعمل في الـ4 غرز الجايين
كل واحدة غرزة حشو. ثلاثة، أربعة، كمان الأربعة الجايين، ثلاثة، أربعة، والاتنين الجايين دول، واحد، اتنين. هرتفع 3 سلاسل وهعمل غرزة بيكو. هعمل غرزة حشو في ال8 غرز الجايين، واحد، اتنين، 8. هرتفع 3 سلاسل وهعمل غرزة بيكو. وبعدين هرجع تاني اعمل لحد الفراغ ده، اللي هم اعمل كده 10 غرز حشو، 2، 10. ولما اوصل للفراغ هكرر اللي عملته قبل كده، 2 حشو، غرزة بيكو، غرزة حشو، وهكمل 10 حشو. في ال10 هعمل غرزة بيكو، بعدين 8 غرزة بيكو، وبعدين 10. ولما اوصل للكورنر هنا طبعا هكون اخر حاجة عملتها اللي هي الغرزة دي، هتجاهل الفراغ ده خالص وهعمل هنا غرزة حشو واحدة، وبعدين هعمل غرزة بيكو، وهكمل كده لحد نهاية المفرش كله. لما اخلص في الاخر هعمل هنا منزلقة في اول غرزة حشو عملتها، وهقص الخيط وهخفي الخيوط. ده شكل المفرش بعد ما خلص. ده مفرش تاني كنت عملته، بصوا ده شكل الأطراف بعد ما خلصناها. بصوا شكله حلو جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وسبسكرايب، وتبعتوا لي تطبيقاتكم على الانستجرام، ومع السلامة.